النظام السوري نظاما قمعيا يسمع الرأي الآخر. هذا الشعب الذي رفض الضيم ولم يرضى أن يعيش تحت الاستعمار الفرنسي أكثر من 25 عاما الآن نطمح نأمل أنه يتفيق النظام بالنهاية ويحسن النهج اللي سار فيه خلال المدة. هل تقبل بالنظام ضيف معك ليعبر عن وجهة نظره؟ بالطبع. أهلا وسهلا. نحن حاولنا ونحاول وسنستمر في المحاولة. قالت مصادر رسمية في اللاذقية إن أكثر من 70 تزامنت مجزرة سجن صدنايع مع زيارة كان يقوم بها الرئيس السوري بشار الأسد إلى فرنسا، وهو ما دفع هيئات سورية مستقلة إلى المطالبة. من بردة تي في، أخبار سورية من قلب سوريا وبدون رقابة أمنية. تابعونا في بانوراما.